سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كنقدم لكم غراتان ديال البنجال بالكفته. كيجي بنين ولذيذ صراحه، سهل وماهل، كيخ شويه ديال الوقت، ولكن مراحل اللي تبعتوهم دغيا كتوجدوه. انا عندنا الدجاج كنقطعوه على طول، نحاولوا ناخذ الدجاج يكون كبير باش يكون عندنا فين نلوي ونكون كنعمروه. هنا كنديروا الملح، كنديروا البزار، كنديروا شويه ديال زيت العود. وهنا كنحاولوا نديروه في الفران حتى يطيب، ما يتحمرش بزاف لانه غادي يجي قاصح في اللويه، خاصو غير يتحمر شويه من الجهات بجوج. هنا كنبداو نوجدوه في العماره ديال الدجاج، كنقطعوا البصله بالحكاكه كما كتشوفوا، ومن بعد غادي نقطعوا الفلفله، فلفل الحوا طبيعة الحال. شوفوا نتوما اللون اللي عندكم، اللي عندكم غير خضراء ولا اللي عندكم اللون بثلاثة ولا المهم اللي موجود عندكم. قطع بطبيعة الحال كما كتشوفوا قطع صغيرة، من بعد كنحكو مطيشة. أنا ديجا عندي في هذاك الكاس ديجا دايرة مطيشة ديال الحك، يعني مطيشة صوص طوماط اللي فيها مطيشة اللي كتكون بالبلب ديالها، وعاد زفت لها مطيشة فريش وغنطحن كل شيء. هنا كنبدا الطياب ديال هذاك الشيء اللي قطعت كل شيء. بطبيعه الحال عندنا هنا الكفته، درت هو الاول الزيت، انا كنخلط الزيوت بجوج، زيت العود وزيت المائده. هنا درت الكفته، كنحاولوا نفرتوها مزيان ونشحروها مزيان. انا كنقليها مزيان هكا، كندفعها شويه كنحيدها، وغادي نزيد دابا ديك البصله اللي حكيت حتى هي كنحاول نشحرها مزيان. هنا من بعد ما تشحرت ديك البصله مزيان، كنجمعها هي وديك الكفته، غنزيد الفلفلات اللي قطعنا. طبيعة الحال كنديرو الملحة، كنديرو الربيع، كزبر معدنوس والثومة. هنا خليت واحد شوية ديال الربيع باش نزيدو ليه في الخر من بين عمر. هنا درت البزار، درت الخرقوم، درت شوية ديال الكمون، وغندير التحميره حتى هي. وهنا غادي نزيد هذيك المطيشه اللي طحنت. غنخلط كلشي مزيان، نخليهم حتى يتشحروا مزيان وتلقى الميه ديالهم.
عاد هنا كنضيف لهم الماء ونخلي كل شيء يطيب واحد نص ساعه بحال ما هكاك. وديما ردوا البال انه مرمره حركوا. هنا عندنا لاصوص طابت، هنا كنحاول ناخذ شويه ديال الكفته ونصف منها لاصوص باش هاد الكفته غادي نعمر بها هذوك الدجاج، وهذيك لاصوص من بعد غادي نخويها على هي، وهذيك الكفته اللي غنخلي مازال غنخويها على الكغاتا ملي نعمرو. هنا عندنا الموتزاريلا كنقطعها هكا على طول ونعاود نقطعها هكا على طول، غنديرها في وسط من الدجاجات اللي غنعمر. هنا زدت هذاك قزبر معدنوس اللي خليت، واخا في الحقيقه زيد واحد شويه كثر من هذاك الشويه اللي شاط ليا فوالا. كناخذ هذاك الدجاج كندير فيه واحد المعلقه ديال الكفته، وكندير مرصو ديال الموتزاريلا في الوسط وكنلوي وكنصطفهم في هذاك البلا ديال الفور. وكنبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله ديال اللي عندي تاع الدجاج. طبعا الحال انتم كيما كتشوفوا هنا خديت هذاك الشيء اللي بقى ليا تاع الصوص وديال الكفته، عاود صدت واحد الشوشي من الفوق. وهنا كدير الفرماج من الفوق حسب الاختيار. انا درت هنا واحد النوع ديال الفرماج 3 فرماج، يعني فيه موتزاريلا وليمونطال وشيدر فوالا. وهنا كديرها في الفور حتى يتكغاتينا مزيان وتحمر شوشي من الفوق. وهكا كنوجدوا الطبق ديالنا اللي كيجي بنين وشهي، وكنتم كتشوفوا ديك الموتزاريلا كتجي في الوسط معلكه وبنينه. وهكا كتنتهي الوصفه ديالنا، كنتمنى انها تكون عجبتكم. جربوها وقولوها لي في لي كومونتير، ولا بغيتوا بزاف ديال الفيديو ديروا لايك بارطاجيو، وما تنساوش تابوناو وتكليكو على الجرس باش توصلوا اي جديد. السلام عليكم.